بلدة معرشمشة إحدى بلدات معرة النعمان، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 5000 تقريبا. شاركت كغيرها من القرى في ثورة الكرامة ضد نظام الأسد، فدفعت الضريبة الأكبر كغيرها من القرى والبلدات المتاخمة لحدود معسكرات وتجمعات جيش النظام. معرشمشة ثلاث أرباع مهدودة سكانها، هلق ما في شيء 50 عائلة ساكنين في الضيعة، والباقي كلها دور انهدت وتهدمت، وهو دي نحن ساكنين في معرشمشة، لو يصرنا سكن ما سكننا في معرشمشة. معسكر وادي الضيف كان ضيفا ثقيلا على هذه البلدة المسالمة، فقد اقتحمها أكثر من مرة ولم تترك قذائفه أسقف منازلها واقفة تحمي سكانها من حر الصيف وبرد الشتاء، فقد تسببت الغارات الجوية والقذائف الصاروخية بحرمان سكان القرية من بيوتهم، وتسببت في تشريد أكثر من ثلثيهم تقريبا من الذين وجدوا مكانا ينزحوا إليه، وبقي من بقي فيها يصارع الحياة تحت جحيم النار. يوميا كل ساعة وكل دقيقة الضرب مشتغل، ليه قاعدين ما عم نعرف وين عم نقع، هذا بيهجنا وهذا بياخذنا وهذا بيجيبنا، والترحيم وعوزاء مذلولين ما خلوا حوالينا شيء بالدنيا، كل نهار ضرب 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 ونحن ما عم نعرف وين بدنا نلتجئ وين بدنا نروح. أينما توجهت أنظارنا لا نجد إلا الخراب والدمار، فالبلدة تفتقد لأبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء أو نعمة الأمن، والتي بات من يشعر فيها كأنه ملك الدنيا، ليس فقط في هذه البلدة بل في كل أنحاء سوريا. عم يقصفونا والله يوميا، طيران ومدافع وكل شيء عم يقصفونا فيه، وكنا ناجحين من معرشمشة نزحنا، وهلق رجعنا يوميا القصف شغال، والله عم نخاف ننام برعب وبنقع برعب، وعنا العجيات الصغيرونات عم يصرخني من قح راس المتجر الضربي، وحالي يأسى عليها، لا خبز ولا غاز ولا كهرباء. لم يعد بيت من بيوت القرية إلا ودخل الحزن إليه دون إذن، فأكثر من 50 شهيدا قدمت هذه البلدة الصغيرة، فمن لم يمت تحت سقف بيته أو في شارع بلدته مات دفاعا عن حدودها. هذا حال بلدة معرشمشة المدمرة تماما، من بقي فيها يصارع الحياة، ومن نزح عنها خرج بعد فقد أحد أحبائه، لكن كلا الطرفين أمنيتهم واحدة، الخلاص من معسكر وادي الضيف والعيش في هذه البلدة بسلام. محمد دغيم لقناة أورينت نيوز ريف إدلب.